السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا، قناة تربية وتسمين الأغنام من الألف إلى الياء. النهاردة إن شاء الله هنكمل موضوع الأعلاف مع بعض، وهنتكلم النهاردة إن شاء الله عن الإضافات في الأعلاف. أول حاجة لازم تعرف إيه هي الإضافات. الإضافات بتشمل جميع العناصر اللي بتضاف على العلف بكميات قليلة بنسب بسيطة، وبتشمل الفيتامينات والأملاح ومضاد السموم وخميرة العلف وكربونات الكالسيوم والكربوناتو أو بيكربونات الصوديوم وأخيرا ثنائي الفوسفات. طيب إيه فايدتها؟ طبعا الفايدة بتاعتها كل عنصر ليه فايدة لوحده، وليه وقت ممكن نحطه وليه وقت ممكن نستغنى عنه، يعني مش ثابت باستمرار في العلفة. ده ممكن تشتغل بنسب بسيطة ثابتة على طول في العلف، ولكن انا برجح الافضل في يعني مثلا الفيتامينات والاملاح ممكن تحطهم باستمرار، في عناصر الباقية على حسب حالة القطيع، يعني مثلا وعلى حسب الجو كمان، درجة الحرارة مثلا. يعني الفيتامينات تعتبر فاتح شاي، هنتكلم عنهم بالتفصيل بصورة سريعة كده. الفيتامينات تعتبر فاتح شهية بالدرجة الأولى، إذا كنت بتأكل أي حاجة خضرة برسيم أو ضراوة أو أي شيء أخضر بيكون غني بالفيتامينات، ممكن تستغنى عن إنك ما تحطش الفيتامينات خالص في العلف. الأملاح المعدنية كذلك، لو بتأكل دريس اللي هو البرسيم المجفف غني بالأملاح المعدنية، غني بالكالسيوم وغني بالفوسفور. لو بتأكل اللي هو الدريس اللي هو البرسيم المجفف ان شاء الله ممكن ما تحتاجش تضيف املاح معدنية على العلف. مضاد السموم انا بستخدمه في حالة ما اكون شاكك في العلف، العلف بيكون مركون، حاسس ان العلف قديم، في سوسة ظاهرة في العلف، فيفضل انك تحط مضاد السموم. مضاد السموم وظيفته بيخلصك من اي سموم بتتراكم في جسم الحيوان، يعني بينظف الكبد اول باول، مضاد السموم. فانت لو شاكك في العلف، او بمعنى بصورة تانية ممكن تحطه دوري، يعني ممكن تجيب المرة كمية علف، ممكن مرة تحط ممكن مرة الجاية ما تحطش، مش باستمرار. يعني عاوز تحطه باستمرار بالصيغة بالكمية المكتوبة، كيلو على الطن، الكيس بيكون مكتوب عليه كيلو لكل طن، ما فيش مشكلة، واشتغل بيه على طول، امان احسن. لو في اي سموم في العلف، سموم فطرية بيتخلص منها اول باول على طول. كربونات الكالسيوم، ودي هنتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله. كربونات الكالسيوم وهي تعتبر الحجر الجيري، وده يعتبر مصدر كالسيوم اساسي، بيتحط في العلفة كمصدر كالسيوم، وبينضاف بكميات كبيرة في الامهات الحامل في الشهرين في الشهر الرابع والخامس، وفي الامهات المرضعات، الامهات اللي بترضع، لانه يعتبر مصدر عالي للكالسيوم، وبتحتاج الامهات في الحمل وفي الرضاعة بتحتاجه بكميات كبيرة، ممكن يوصل لانك تحط 50 كيلو على الطن، توصل النسبة بتاعت كربونات الكالسيوم ممكن توصل ل50 كيلو على الطن. بس طبعا في خرفان التسمين مفيش الكلام ده، يعني انت اخرك بتحط 20 25 كيلو، اخرك على الطن 20 25 كيلو بالنسبة لكربونات الكالسيوم. خميرة العلف، ودي تعتبر منشط الكرش، وبتستخدم يعني بالاخص في حالة القطيع، شايفه مفيش معدل تحويل، القطيع معدل تحويله في العلف ضعيف، كرشه مش شغال كويس، في الحالة دي بتضيف الخميرة وممكن توصل معاك لغاية 10 كيلو على الطن. خميرة العلف، ناس كتير بتسألني ايه خميرة العلف نفسها، الخميرة بتاعت الخبز؟ لا، هي تعتبر نفسها بس ميتة. خميرة العلف عبارة عن نفس خميرة الخبز بس ميتة، غير نشطة، خميرة غير نشطة. لو استخدمت الخميرة النشطة يبقى تستخدم بنص الكمية كفاية عشان ما تسبب لكش مشاكل وانتفاخات. يعني لو استخدمت خميرة الخبز يبقى هتستخدم بدل مكتوب لك على خميرة العلف كيلو على الطن، ممكن تستخدم نص كيلو على الطن، في حالات ان انت القطيع تعبان او في مشاكل ممكن تحط لغاية، بالنسبة لخميرة العلف اللي هي الخميرة الميتة، تحط لغاية 10 كيلو، خميرة التانية الخميرة النشطة لا ممكن تحط لغاية 5 كيلو كفاية.
ثنائي الفوسفات ده مصدر فوسفور، واساسي للثنائي الفوسفات بيقترن مع كربونات الكالسيوم، كالسيوم وفوسفور، لازم الكالسيوم الاثنين لازم يكونوا مع بعض، الكالسيوم والفوسفور، ما فيش زيادة الكالسيوم بيحصل عند الحيوان نقص فوسفور، وزيادة الفوسفور بيحصل عنده نقص الكالسيوم، فالنسبة بتاعتهم لازم يكونوا موجودين، هما الاثنين موجودين في العلف تقريبا نسبتهم بتكون 3 إلى 1، بس احنا مش عاوزين نعقدوا العملية. يعني هي ثنائي الفوسفات ممكن تحط ثنائي فوسفات الصوديوم او الكالسيوم، ممكن تحط منه لغاية 5 كيلو 7 كيلو على الطن، برضه من 5 لـ7 كيلو على الطن. وقلنا كربونات الكالسيوم معاك لغاية 25 كيلو في التسمين كحد اقصى 25 كيلو، طبعا درجة لو سن الغنم صغير لان هو يعتبر مصدر كالسيوم بيعوضه عن نقص اللبن. واخر حاجة بيكربونات الصوديوم، بيكربونات الصوديوم دي لوحديها هنتكلم عنها بالتفصيل، اللي هي الكربونات. ايه فايدة الكربونات؟ الكربونات يعتبر مادة قاعدية، مادة قاعدية بتعادل حموضة الكرش، الكرش بيفرز حمض الهيدروكلوريك، والبيكربونات الصوديوم تعتبر مادة قاعدية، فهو يعتبر في حالة انك انت اديت عليه زيادة، علف زيادة في نشويات او كربوهيدرات زيادة بيسبب حموضة زيادة، ده بيلغي الحموضة الزيادة، يعني ده يعتبر من ملينات الكرش اللي هو يعتبر بيفك اللكمة. لو تقرأ لاكسافيت اللي فيه كياس بيطرية بتجاب اسمها لاكسافيت، هتلاقي مكتوب فيها فيها حوالي تلت الكيس بيكربونات صوديوم، تلته او اكتر من تلت الكمية بيكربونات الصوديوم، فدي تعتبر مادة ملينة بتعادل حموضة الكرش، دي واحدة من فوائدها. يبقى بتعادل حموضة الكرش في حالة ان انا عاوز ازود العلف، او ان انا مدرب علفة وخايف تكون الطاقة او النشويات فيها زيادة تسبب حموضة زيادة في الكرش في الغنم، تسبب لهم لكمة، تسبب لهم عسر هض، لا بنضيف بيكربونات الصوديوم معاك من 6 لـ8 10 كيلو على الطن. ده اول استخدام. تاني استخدام للبيكربونات الصوديوم، بيكربونات الصوديوم بتساعد في امتصاص النشويات، بيكربونات الصوديوم بتساعد في امتصاص النشويات. رقم 3 بالنسبة للبيكربونات، البيكربونات تعتبر بينظف الكلية، بتعادل الأحماض، بتتفاعل مع الأملاح الموجودة في الكلية وبتطلع على هيئة حصوات مع الحالب في البول، بتساعد في تفتيت الحصوات في الكلية، زائد انها بتعادل عنصر الصوديوم عموما سواء موجود في ملح الطعام او موجود في البيكربونات الصوديوم، بيحافظ على توازن الماء للخلية، لخلايا الحيوان، خلايا جسم الحيوان بيحافظ عليها، يعني بيعادل بيخلي الحيوان، يعني بيعتبر بيلطف الحرارة بتاعت الداخلية لجسم الحيوان. يعني استخدام البيكربونات كما تستخدمها في الجو الحر، في الجو الحر ممكن تحط لو انك مش حاطط على العلف ككل، ممكن كل 100 كيلو علف تحط عليهم كيلو كربوناته في فترة الجو الحر، اللي بيساعد في تلطيف بيساعد في تخفيف درجة الحرارة الداخلية، بيعدل بيظبط الحرارة الداخلية لجسم الحيوان، بيظبط الحرارة الداخلية، بيعتبر بيلغي الاحتباس الحراري، لو في احتباس حراري في الغنم في الجو الحر هو بيساعد على فك الاحتباس الحراري للغنم، وده يعتبر هو البيكربونات الصوديوم وفيتامين سي، الاثنين يعتبروا زي بعض في الخاصيه دي، في خاصيه الاحتباس الحراري في الجو الحر. يعني ما عندكش بيكربونات صوديوم ممكن تستبدله تحط فيتامين سي في الميه للغنم في الجو الحر.